They must spend hours. بيوت عافية والعالم بالشوارع، يعني الناس مكتلة كلها بالشارع، يعني الله يقبل هذا، كل العالم جاي هنا يقبلها. شلون كانت الوضع بالموصل؟ والله الوضع خراب خالص، هاو نادي يقعون على بيوت، يعني نص القرايبنا نحن عفناهم وجينا هنا، العالم مكتلة. انحل الجيش قبل من الخوف سلموا قبل. طلعنا بس ثلاث من العالم كلها من ال 12 هي مستلمينها يعني الرب. قادة تعبانة، أول ما طاروا وفلتوا هم، وبعدين ظلت المنتسبين وبحدها. يعني شلون؟ المنتسب لوحده بدون قائد شلون راح يتصرف؟ أكيد تسقط. وهالحكي هذا الشيء كله صار من وراء قادة.